مرحبا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور يوسف سيد حسين الزلزلة وأعضاء اللجنة النائب ركان يوسف النصف والنائب الدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري، حيث رفعوا إلى سمو رعاه الله تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور انعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 14. وقد زودهم سموه رعاه الله بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من أهداف وتطلعات، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد من خلال المزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز. هذا وقد أكد معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بأنهم بعون الله سيكونون عند حسن ظن سمو حفظه الله من خلال الحرص على تحقيق هذه الرغبة السامية بالعمل المستمر لما فيه صالح الوطن والمواطن.